السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكفر برايمري 2، الصف الثاني الابتدائي، ترم 1 الترم الاول، ولسه بنكمل مع بعض شرح شابتر 1 الفصل الاول في المحور الثاني What is in the night sky؟ ماذا يوجد في سماء الليل؟ وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا وصلنا لبيج 93 او صفحة 93 وعنوانها سيريوس. سيريوس ده اسم نجم من النجوم. سيريوس a special star. Sirius a special star. Special star نجم خاص. في star او نجم من النجوم اسمه Sirius. Sirius ده a special star. Special يعني خاص، star يعني نجم خاص، وده طبعا موجود في constellation. Constellation او كوكبة من الكواكب اللي هي خدناها المرة اللي فاتت، واللي هي Orion. Orion زي ما احنا عرفنا قبل كده ان هي constellation. Constellation يعني مجموعة من النجوم جنب بعضها، لما بنتخيل ونعمل خطوط بينها بتكون لنا شكل معين، واحنا عرفنا ان هي بتكون شكل هانتر. هانتر او صياد. في وسط النجوم دي نجم لامع قوي اسمه سيريوس. سيريوس ده سبيشال ستار او نجم خاص. هنعرف ليه هو خاص دلوقتي. بيقول لنا هنا look انظر at the illustration. at the illustration يعني على الرسم التوضيحي. read اقرأ the text القطعة المكتوبة. then ثم بعد ذلك circle Sirius in the picture of Canis Major. circle Sirius ضع دائرة حول النجم Sirius ده. in the picture في الصورة of Canis Major. Canis Major ده اسم مجموعة من النجوم مع بعضها اللي هي الترجمة بتاعتها الكلبية الكبرى. هي اسمها كده الكلبية الكبرى، وطبعا هي اسمها غريب لان احنا المرة اللي فاتت عرفنا ان اوراين ذا هانتر او الصياد اوراين ده بيساعده تو دوجز او كلبين في صيد الحاجات اللي هو بيصطادها. فالتو دوجز دول هم عاملين لهم كويكبة من الكويكبات دي اسمها كانس ميجر. كانس ميجر دول اللي هي الكلبية الكبرى، دول مجموعة نجوم بيرمزوا بيهم للكلبين اللي احنا قلنا بيساعدوا اوراين المرة اللي فاتت. فدي اسمها كانس ميجور. كانس ميجور يعني الكلبية الكبرى، اللي هما الكلبين اللي بيساعدوا اوراين في صيد الحاجات اللي هو بيصطادها. فمرة تانية بيقول لنا هنا circle ضع دائرة حول Sirius. Sirius النجم Sirius ده in the picture في الصورة of كانس ميجور الخاصة بالكلبية الكبرى. وهنا طبعا عندنا صورة فيها الكويكبة دي او الكونستليشن. الكونستليشن او الكويكبة دي الخاصة بالكلبين اللي بيساعدوا اوراين اللي احنا اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت. وهنا بيقول لنا تحت الصورة this constellation. this constellation هذه الكويكبة يعني المجموعة من النجوم دي is called. is called بتسمى the big dog. the big dog الكلب الكبير. its formal name. its formal name. formal name يعني الاسم الرسمي الخاص بيها is Canis Major. is Canis Major يعني الكلبية الكبرى. وبيقول لنا كمان this is one of the two dogs. ده واحد من الكلبين that hunts اللي بيصطادوا with Orion مع Orion. يبقى مرة كمان this constellation is called the big dog. its formal name is Canis Major. this is one of the two dogs that hunts with Orion. Sirius النجم اللي اسمه Sirius ده is the brightest. the brightest اكتر واحد فيهم. brightest يعني لامع، بيلمع. اكتر نجم فيهم بيلمع. the brightest star اكتر نجم لامع in the constellation. in the constellation في هذه الكويكبة. في الكويكبة دي can you find it. can you find it هل تستطيع ان تجده. مين هو اكتر نجم لامع في الصورة دي يا اصحابي؟ عايزكم تاخدوا بالكم وتشوفوا انهي فيهم اللي هو سيريوس ده. وطبعا زي ما احنا شايفين هو ده سيريوس، هو او اكتر نجم لامع زي ما احنا شايفين قدامنا، فهو ده سيريوس. بيقول لنا كمان سيريوس النجم سيريوس ده
is a very special star. A very special star, نجم خاص جدا. طب ليه هو نجم خاص جدا؟ When عندما ancient people, ancient people, الناس القدماء, الناس بتوع زمان خالص, دول بنسميهم ancient. ancient يعني قدماء, يعني اللي هم جدود جدودنا بقى. So لما هم ال ancient people دول, so Sirius, شافوا Sirius rising, يعني بيظهر أو بيشرق بالليل, بيظهر بالليل في سماء الليل. just before the sun, قبل الشمس على طول. they knew, they knew, هم عرفوا. that, أن the Nile River, نهر النيل, Nile River يعني نهر النيل, would soon flood, would soon flood, هيعمل فيضان قريب جدا. would soon flood يعني هيعمل الفيضان بتاعه في وقت قريب جدا. زي ما احنا عارفين يا اصحابي ان نهر النيل بتاعنا اللي في بلدنا الحبيبة مصر ده بيمر في دول كتيرة قوي, منها بلدنا مصر. فزمان ما كانش لسه في سد عالي او حاجة تمنع حاجة اسمها فيضان النيل. النيل لما بيجي عليه وقت من الاوقات في السماء بسبب المطر الكتير كان النهر بيتملي على الاخر وبيطلع المية منه على الجوانب بتاعته ويعمل فلاد او يعمل فيضان. الفيضان ده كان بيروي الارض وبيخلي الارض تبقى خصبة اكتر, نزرع فيها محاصيل اكتر, بس في نفس الوقت كان بيهدد الدنيا, كان بيكسر بعض منازل الناس, كان بيضر بعض الناس. فالفيضان ده كان ليه منافع وكان ليه اضرار. فالناس زمان الـ ancient people او الناس القدماء دول لما كانوا بيشوفوا سيريوس او النجم سيريوس ده rising, بيظهر في سماء الليل قبل الشمس على طول, او just before the sun, they, هم كان بيعرفوا, they knew, هم كان بيعرفوا, that in the Nile River would soon flood, ان نهر النيل هيعمل الفيضان بتاعه قريب جدا. فدي كانت علامة بيعرفوا بيها وقت فيضان النيل. now الان we have, احنا لدينا a festival, مهرجان to mark that season, نحدد بيه الفصل ده. we called the festival, احنا بنسمي المهرجان ده وفاء النيل. وفاء النيل اللي هي عيد وفاء النيل طبعا زي ما احنا عارفينه كلنا. فمرة تانية, now الان we have a festival, festival يعني مهرجان او عيد, احنا عندنا مهرجان او عيد, to mark that season, بنحدد بيه الفصل ده او الوقت ده في السنة. we called the festival, بنسمي العيد ده او المهرجان ده وفاء النيل. وفاء النيل, عيد وفاء النيل زي ما احنا عارفينه كلنا. ونتنقل للبيج اللي بعد كده, خليكم معايا ونوصل لبيج 94 او صفحة 94. وعنوانها is our sun like a star, is our sun, هل الشمس بتاعتنا like a star, زي اي نجمة من النجوم اللي احنا بنشوفها بالليل. وطبعا يا اصحابي قبل ما نشرح البيج دي, المفروض ان احنا هنعرف في الكلاس روم طبقا لدليل المعلم ان الشمس بتاعتنا الحقيقة ان هي نجم زي اي نجم تاني في السماء بنشوفه بالليل, او ستارة عادية خالص. بس الفرق بينها وبين النجوم اللي احنا بنشوفها بالليل ان هي قريبة, في مكان قريب من الكوكب بتاعنا او من كوكب الارض, فعلشان كده بنشوفها بوضوح وبتأثر على الحياة بتاعتنا بوضوح. بنشوفها في وقت النهار طبعا, بتعمل لنا ضوء النهار الجميل لما الارض بتبقى مواجهة للشمس, وطبعا بتبعت لنا كمان الحرارة والدفء, وهي من اهم الحاجات, ان لم تكن هي اهم حاجة بتتسبب في وجود حياة على الارض. فطبعا الشمس بتاعتنا هي ستار عادية زي اي ستار بنشوفها في نجوم الليل, بس الفرق بينها وبين الستارز او النجوم التانية اللي بنشوفها ان هي موجودة في مكان قريب مننا, بتخلينا نقدر نحس بالتأثير بتاعها على حياتنا على الارض. لكن الستارز التانية اللي بنشوفها في سماء الليل بعاد جدا, بعيدين جدا عننا, فما بنقدرش نحس باي تأثير ليهم على حياتنا, وما بنشوفش منهم غير بعض الضوء القليل جدا اللي بنشوفه في سماء الليل. فهنا بيقول لنا is our sun, هل الشمس بتاعتنا like a star, زيها زي اي نجم عادي. فهنا بيقول لنا read, اقرأ, the first question, اول سؤال, put your answer, ضع اجابتك, for our sun, للشمس بتاعتنا, in the second column,
في العمود الثاني and for the stars وللنجوم الثانية in the third column in the third column في العمود الثالث. فأنا بيسألنا وبيقول لنا three things ثلاث أشياء needed بنحتاجها for a shadow لكي نصنع ظلا عشان نشوف ظل يعني three things needed for a shadow. وطبعا طبقا لدليل المعلم هو دي الصورة الخاصة بشرح الجزء ده بيوضح لنا ايه الحاجات اللي احنا ممكن نحتاجها او we need them to make a shadow او عشان نحصل على ظل من الظلال. اول حاجة لازم يا اصحابي يكون عندنا مصدر للضوء زي الشمس. تاني حاجة لازم يكون عندنا object او جسم او عنصر الضوء ده يسقط عليه. وتالت حاجة لازم يكون عندنا سطح او surface السطح ده بينزل عليه الشادو او الظل اللي احنا هنشوفه. يبقى لازم يكون عندنا مصدر للضوء. تاني حاجة يكون عندنا جسم الضوء ده بيسقط عليه. تالت حاجة يكون فيه سطح الجسم ده محطوط عليه وبالتالي الظل بتاعه او الشادو بتاعه يظهر على السطح ده. تعالوا نكتب الكلام ده in English بقى بشكل سليم. هو هنا مدينا 3 lines او 3 سطور هنكتب عليهم ال 3 things او 3 اشياء اللي احنا بنحتاجهم for a shadow لنصنع ظلا. اول حاجة هي اصحابي زي ما قلنا light source يعني مصدر للضوء. light يعني ضوء وsource يعني مصدر. تاني حاجة an object عنصر الضوء ده هيسقط عليه. تالت حاجة a surface يعني سطح الشادو او الظل يظهر عليه. وهنا مدينا تيبل او جدول. هو قال لنا هنا نكتب الاجابة بتاعتنا الخاصة باور sun in the second column والاجابة الخاصة بالستارز التانية او النجوم التانية in the third column او في العمود الثالث. فهنا question بيقول كانت cast يعني يصب او يسقط a shadow. كانت cast a shadow. هل يا ترى الـ sun our sun ممكن نعمل عن طريق الضوء بتاعها shadow؟ هنكتب هنا طبعا yes. اما الـ stars التانية لو انت واقف بالليل في ضوء النجوم بس تقدر تعمل shadow من ضوء النجوم؟ طبعا لا، لان ضوءها بيبقى ضعيف. فهنكتب هنا no. تاني حاجة بيقول لنا can I read a book by its light ممكن انا اقرأ كتاب by its light. طبعا our sun لو انت قاعد في ضوء النهار تقدر تقرا كتاب فهتعمل هنا yes. اما في الستارز او في ضوء النجوم بتاعت بالليل طبعا no، صعب جدا ان انت تقرا كتاب في ضوء النجوم بالليل بس. تالت حاجة can I feel its warmth الدفى بتاعها warmth بالحرارة بتاعتها بالدفى بتاعها. طبعا our sun لو انت قعدت في الشمس شوية بتحس بالwarmth او بالحرارة فنكتب هنا yes. اما بالنسبة للنجوم او الستارز الخاصة بالليل فطبعا انت متحسش باي حرارة خاصة بيها فنكتب هنا no. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معي ونوصل لبيج 95 او صفحة 95 وعنوانها How big is something far away؟ How big كم هو كبير is something شيء ما far away وهو بعيد عني. يعني ازاي الاشياء اللي بعيدة عني ممكن تكون كبيرة وانا مش عارف هي قد ايه كبيرة. فهنا بيقول لنا follow اتبع the steps الخطوات in the experiments في التجربة record سجل your observation الملاحظات بتاعتك. فطبعا هنا في تجربة او experiment المفروض هتحصل في الكلاس روم او هنعملها في الفصل مع our teacher او مع المعلم بتاعنا. هو التيتشر بتاعنا المفروض هيجيب object او عنصر من العناصر وليكن مثلا علبة وليكن مسطرة وليكن اي حاجة. المهم الحاجة دي تكون كبيرة شوية مش صغيرة بحيث ان هي تكون اكبر من ايدينا. مثلا تكون عصاية صغيرة والتيتشر بتاعنا هيمسك الاوبجكت ده ويقف في اخر الكلاس روم بعيد عننا كلنا والمفروض ان احنا هنقعد قدامه وهنحاول نشوف حجم ايدنا وهي قريبة من وشنا بالمقارنة بالاوبجكت ده او بالعنصر ده وليكن العصاية دي
هنحاول نحط ايدنا جنب قدام وشنا جنب سورة العصاية ونشوف هل يا ترى ايدنا اصغر ولا قد ولا اكبر من العصاية دي او من الاوبجكت ده او من العنصر ده. فدي اكسبيرمنت او تجربة هتوضح لنا ازاي ان الحاجات لما بتكون بعيدة عننا ممكن نحس ان هي صغيرة حتى لو هي كبيرة، وده بسبب ان هي مسافتها بعيدة جدا عننا. فهنا مرة تانية، follow the steps in the experiment, record your observations. اول حاجة بيقول لنا look at the teacher's object. look at، انظر على the teacher's object. the teacher's object العنصر اللي في ايد المدرس بتاعنا. تاني حاجة بيقول لنا hold up، ارفع your hand، يدك، while you look بينما انت تنظر at the teacher's object، على العنصر اللي في ايد المدرس بتاعك. so you can see your hand، so you can see your hand، لذلك انت تستطيع ان ترى يدك. and the object at the same time، and the object والعنصر كمان at the same time، في نفس الوقت. circle your answer، circle your answer below، ضع دائرة حول الإجابة الخاصة بيك below بالأسفل. فأنت هتحط إيدك، هترفع إيدك زي ما قلنا، وتحاول تخليها في نفس الوقت قريبة من وشك بحيث إن أنت تشوف الـ teacher's object أو العنصر اللي في إيد المدرس ده، وإيدك كمان أو your hand at the same time أو في نفس الوقت. وبيسألك هنا وبيقولك the teacher's object العنصر الخاص بالمدرس is about as tall as، طوله حوالي my hand بطول ايدي، one finger صباع واحد من اصابع يدي، one finger nail ظفر من اظافر صباع من اصابع يدي. فانت طبعا هتحاول تقارن بين your hand والteacher's object. لو لقيته قد ايدك وانت شايفه من بعيد يعني، فانا نعمل circle حوالين my hand. لو لقيته قد finger واحد او صباع واحد، فهنعمل circle حوالين one finger. لو لقيته صغير خالص وقد one finger nail او قد ظفر واحد من اظافر صباع من اصابع يدك، هتعمل circle حوالين one finger nail. تالت حاجة بيقول لنا draw ارسم your hand، يدك، and the teacher's object والعنصر الخاص بالمدرس. have you see it، كما تراه، in the box below، في الصندوق الموجود بالاسفل. وهنا مدينا my hand teacher's object، فهترسم هنا صورة ايدك، وهترسم هنا ال teacher's object او العنصر اللي جابه ال teacher بتاعك في ال classroom، وهتوضح قد ايه هم قد بعض، ولا ايدك اكبر من ال object ده، ولا ال object اكبر من ايدك. وبكده نكون انهينا ال page دي، ونتنقل ال page اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل ل page 96 او صفحة 96، وعنوانها how big is it really. How big، كم هو كبير، is it really في الحقيقة. How big is it really، كم هو كبير حقا. وهنا بيقول لنا follow، اتبع the illustrations الرسوم التوضيحية. record، سجل your observation، your observations ملاحظاتك. فبيقول لنا هنا when، عندما، it is your turn، يأتي دورك، يحين دورك. walk up to، امشي في اتجاه the teacher's object، the teacher's object العنصر الخاص بالمدرس. and place your hand، وضع يدك في مكان next to it، الى جانبه. دلوقتي احنا هنبتدي بقى نعمل another experiment او تجربة تانية. هنتحرك بقى دلوقتي من مكاننا، وهنروح نتحرك ناحية ال teacher's object او العنصر اللي جابه لنا المدرس ده، وهنحط ايدنا جنب ال object ده او جنب العنصر ده علشان نتأكد هل يا ترى ال object ده او العنصر ده اكبر من ايدنا ولا اصغر منها ولا قدها، وبكده نتأكد قد ايه هو حقيقي كبير او صغير. فهنا بيقول لنا مرة تانية when it's your turn، عندما يحين دورك. walk up to the teacher's object، امشي في اتجاه العنصر الخاص بالمدرس بتاعك. and place، وضع في مكان your hand، يدك، next to it يعني الى جانبه. تاني حاجة بيقول لنا circle، ضع دائرة حول what you observe الذي لاحظته، ما الذي لاحظته، to be the correct answer، لتكون هي الإجابة الصحيحة.
compared to my hand, compared to my hand, بالمقارنة بيدي. The teacher's object, the teacher's object, العنصر الخاص بالمدرس is, هو taller, أكبر, ولا the same size, the same size, نفس الحجم, ولا smaller, أصغر. طبعا انت هتشوف طبعا العنصر الخاص بالمدرس كان taller, أطول, ولا the same size, نفس المقاس, نفس الحجم, ولا smaller, أصغر من your hand أو من يدك. وهنحط سيركل حوالين الإجابة الصحيحة في الثلاث اختيارات دول. وبعدين هنا بيقول لنا draw earthen, your hand, يدك, and the teacher's object, and the teacher's object, والعنصر الخاص بالمدرس, as you see, as you see, كما تراه. المرة دي بقى هتشوف, هترسم الصورة الحقيقية, ايدك جنب العنصر الخاص بالمدرس. هل يا ترى ايدك اصغر ولا قده ولا اكبر منه؟ as you see, كما ترى, them together, هما الاثنين معا, in the box below, في الصندوق الموجود بالاسفل. فهنا هنرسم بقى صورة لإيدنا وصورة تانية للتيتشرز اوبجكت او للعنصر الخاص بالمدرس. واعتقد طبعا ان ايدك هتكون اصغر من الاوبجكت ده او من العنصر ده, لان انت طبعا ما كنتش شايف الحجم الصحيح بتاعه لانه كان موجود بعيد عنك. دلوقتي انت قريب منه وقادر تقارن بشكل صحيح بين ايدك او بين your hand والتيتشرز اوبجكت او العنصر الخاص بالمدرس. هترسم هما الاثنين هنا اهوت في البوكس ده. وبيسالنا اخر حاجه وبيقول لنا what has changed, what has changed, ما الذي تغير؟ الحاجه اللي اتغيرت هنا ان التيتشرز اوبجكت او ان العنصر الخاص بالمدرس became taller, became taller, اصبح اطول. انا اكتشفت دلوقتي ان التيتشرز اوبجكت او العنصر الخاص بالمدرس اكبر من my hand او اكبر من ايدي. ونتنقل للبيج اللي بعد كده, خليكم معايا. ونوصل لبيج 97 او صفحة 97 وعنوانها How bright is bright. How bright is bright, كم هو مشرق. bright يعني مشرق او لامع. وبيقول لنا هنا follow, اتبع, the illustrations, الرسوم التوضيحية, that your teacher gave you, اللي اعطاها لك المدرس, record your observations, record your observations, اكتب وسجل الملاحظات بتاعتك. فالمفروض هنا يا اصحابي ان في الكلاس روم او في حجرة الفصل التيتشر بتاعكو هيعمل قدامكو تلات تجارب او تلات اشكال توضيحية. اول شكل هيجيب معاه فلاش لايت او كشاف, وهيجيب معاه بيبر او ورقة, وبعدين هيسلط الفلاش لايت او الكشاف ده ناحية البيبر او الورقة, وهيكون مقربه منها قوي بحيث ان هو الضوء بتاع الفلاش لايت او الكشاف ده قريب جدا من البيبر. تاني تجربة هيعمل نفس التجربة دي بس هيكون في مسافة بين الفلاش لايت او الكشاف والبيبر مسافة ذراع, يعني مسافة درا طول ذراع حد فينا, وهنشوف قد ايه البيبر او الورقة هتكون بتعكس النور بتاع الفلاش لايت او منورة قد ايه. وتالت مرة هيكون في مسافة بين الفلاش لايت او الكشاف المضيء ده وبين البيبر او الورقة مسافة ترابيزة او تيبل منضدة, يعني مسافة اكبر شوية, حوالي مثلا متر ونص او اتنين متر. وهنشوف قد ايه الفلاش لايت او الضوء بتاع الكشاف بينعكس ومخلي الورقة مضيئة او والنور بتاعه ظاهر عليها. وهي دي الالستريشنز او الرسوم التوضيحية او التجارب التوضيحية المفروض نعملها في الكلاس روم. فهنا بيقول لنا بعد ما تشوف التجارب التوضيحية دي, بيقول لك هنا اول حاجة describe, describe, اوصف, what you see, ما الذي تراه. when the flashlight, عندما كشاف الضوء, is very close to the paper, is very close to the paper, عندما كان الفلاشلايت ده very close, قريب جدا من, to the paper, الورقة. فطبعا لما كان قريب جدا من الورقة the paper, الإجابة المفروض هنكتب هنا طبعا وهنوصف هنا وهنقول paper was very bright, the paper was very bright, الورقة كانت مشرقة جدا. طب تاني سؤال بيقول لنا circle, ضع دائرة حول, your answer, إجابتك, when the paper is an arm's length, when the paper is an arm's length, لما كانت المسافة بين البيبر وبين الكشاف arm's length, طول ذراع, from the flashlight, من الكشاف. the light on the paper is, الضوء كان على الورقة عامل ازاي, brighter, اكتر اشراقا,
ولا ديمر ديمر معتم؟ طبعا المفروض ان الاجابة ان هو ديمر معتم، ما كانش منور قوي، كان مضلم، فبالتالي هنحط سيركل حوالين ديمر او معتم. وثالث سؤال بيقول لنا circle your answer، ضع دائرة حول اجابتك. when the paper، عندما كانت الورقة، is a table length from the flashlight، is a table length from the flashlight، مسافة بينها وبين الفلاشلايت مسافة ترابيزة أو منضدة. the light on the paper، the light on the paper، الضوء على الورقة، is even brighter، even brighter يعني مشرق أكتر، ولا even dimmer، even dimmer معتم أكتر. طبعا أكيد الضوء ما كانش واصل بشكل كويس، فكانت even dimmer أو معتمة بشكل أكبر. وبالتالي نكون عرفنا إن كل ما كان اللايت سورس أو مصدر الضوء قريب مننا، بنحس بقوة الضوء بتاع المصدر ده، وبيخلي الحاجات حوالينا برايت أكتر أو مشرقة أكتر، منورة أكتر. وبكده كمان نكون أنهينا درس النهاردة. أتمنى إن أنتوا تكونوا استفدتوا من الدرس. لو أعجبك الفيديو أعمل لايك، أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. والأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وأنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.